بس الله اكبر سعانة. تمام، تثبيت القوة في النقاط نعتبر داخلية بالنسبة خارجية بالنسبة للكفر، لكن داخلية بالنسبة للحدود، لأن هنا يبعد عن مسافة تقريبا 30-35 كيلو من نقطة وسط الكفرة. حنحط قوات فيه بإذن الله، نحاول اليوم ناخذ 3 نقاط، قضينا نقطة 5-5 من حوالي 4-5 أيام. حنشتغل اليوم قوة بإذن الله، وبكرة حيكون في تواصل بين النقاط وفي دوريات حتى. طيب بالنسبة للتعاون الرئيس الأركاني مع الدرع، هل في مواقف معينة يعني من الدرع؟ والله يعني هم في استجابة، طبعا في قائد العمليات هنا عقيد عبد الغني كشبور، وهم تعاون معنا في المجال هذا ووفرنا في النواقص، بس الأمور ماشية بإذن الله. إذا كان طبعا نحن توسعنا تو قبل كان الانتشار في المدينة، لو انتشار في المدينة وداخل وخارج المدينة، لو صار في نقص أو في مطالبات حي إن شاء الله يوفقوا فيه بإذن الله. بالنسبة للتجاوب أهل الكفرة معك، كأهل كفرة متجاوبين، بس المشاكل مع الناس اللي جايين من الخارج سواء من المناطق الخارجية أو في بعض المشاكل، لكن إن شاء الله يكون الأمور أحسن. بعد دخول درعيدية للمدينة كيف تتغير الأوضاع؟ والله طبعا استتب الامن، تم وقف اطلاق النار، وانتشر الدرع يعني داخل البلاد، وحاليا قاعد ينتشر خارج البلاد. كشخصيه كانت والله هي اكيد تكون فكره ناجحه، خصوصا انك تامن الحدود وتامن البلاد. يعني هل الثوار امكانيات انه يكون نفس التعليم في نفس النظام؟ شايف انت اللي شايفه تو، انا احكي على الواقع، لانها الوقت الحالي ما فيش جيش موجود على الساحه اللي هم الثوار، وهم اللي حيسدوا في البحر. هل المفروض ان الدوله تدعم الفكره هذه الاحسن؟ اكيد لابد تدعمها الاحسن. ليش؟ لان يتم دمج الثوار في ضمن الجيش الوطني. الله اكبر الله اكبر شباب يعني. 100%.
ربي يحفظك يا استاذ. صدقوا بعهد الله عليك، ومنهم من قضى لحمه ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديل. الله اكبر.